Brandt est le service de l'année pour l'électroménager. Brandt دللكم بأحسن الماشين لافي اقتصادية تهز حتى 10 كيلو ونص وكيف ثقتكم فينا كبرت دلنا ليكم يزيد. أهلا وسهلا مرحبا بكم جديد. برانت إلو سيرفيس كليون دو لاني 2024 في الإلكتروميناجي، واليوم على خاطر ثقتكم كبرت في برانت دللكم بالكادوات، وأكيد أنه فما برشا بروموات، والجمعة هذه محفلينها في ولاية نابل برشا كادوات للربح كل يوم وبرشا بروموات. برانت اللي هو باش تربحكم آخر الشهر دو ماشين لافي قيمة كل واحدة فيهم 1000 دينار اقتصادية آ ومعها 3 بلس مزيانة برشا في الديزاين اللي تسهلك لو كوتيديان تاعك الكل. اللعبة كيفاش باش تكون؟ فما اللعبة الكل باش تصير على الباج فيسبوك برانت تونيزي، سهل برشا، تدخل الغادي تعمل جيم بيان ايفيدامون، تعمل لايك، تحط الاسم واللقب والولاية متاعك، وهكا تنجم تدخل في عملية القرعة. وعلاش لا انت اللي تسمع فينا توا تكون انت سعيد الحظ وتربح الجائزه الكبرى. توش خليكم مع مبعوثنا الخاص اللي موجوده اليوم في معموره الجميله اللي نحبها برشا البلاد هذيا، وفي معموره وين عند الكترو الحاج قاسم، هو موجود ممثل الشركه الغديكة وليد العريض باش يحكيكم على عروض ومنتوجات برانت، ومعنا زميلنا بهاء اللي موجود تود سويت مباشره من الكترو الحاج قاسم في المعموره. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور امون، نهاركين يوم سعيد، استح الربح والكادوات والاثريات اللي بالباهيه لي بون بلون كالعاده، والعوايد ديما معنا على لي زون دو كاباسيم. نتكلم على الناس اللي تسمع فينا توا وقصد ربي المصالح وفريتها، ربي معاكم الناس الكل، لكن غير هذايا حتى وانتم ماشيين تقضيوا قضيتكم، حتى وانتم ماشيين تخدموا، ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، ديما نخموا فيكم في الكادوات في الربح بالطبيعه. واليوم جبنا لكم كادو سبيسيال، مانيش نحكيو على حاجه صغيره، نحكيو على سوم كبير، نحكيو على دي ماشين لافي دي بخي كبيره برشا، دي فونكسيوناليتي مزيانين على الاخر. ولا البارح احنا ديجا في قليبيا وحكينا اكثر، واليوم احنا موجودين في المعموره عند الكترو حاج قاسم، وين نلقاو منتوجات بروند الكل بالطبيعه، حاجه تعمل 66 كيف، دي برومو اكسبسيونيل كالعاده. واليوم معنا سي وليد العريض ممثل شركه بروند. صباح النور سي وليد. صباح الخير، تحيه للناس الكل. مرحبا بك. الحمد لله بارك الله، اليوم مطرها و ما شاء الله جيتها بالخير. الحمد لله، ان شاء الله ديما ان شاء الله بونت ديما تكون طالع خير على المناطق الجمهوريه ان شاء الله يا رب. كان العاده كي نحكيو شويه على بونت بلوج نحكيو على بونت. دونك بونت احنا اليوم سبيسيالمون في حاج قاسم في المعموره، دونك لي برومو والكادوات والربح مازال متواصل. دونك حتى لاخر الجمعه واخر الشهر كيما قال زميلك، باش نربحوا دو ماشين لافي قيمه واحده 1000 دينار بلوس اقتصاديه ديزاين مزيان. دونك انا نقول اللي يتبعوا فينا سامحني يدخلوا على برون تونيزي، يحطوا لايك، يحطوا اسمهم واللقب والمنطقه ويدخلوا في البرون تيراج. وصار نذكر اللي برون لا ايتي ايلو سيرفيس كليون 2024 في الالكتروميناجي. دونك اليوم ما عادش نحكيو كان على جوده المنتوجات ولا على التكنولوجيا، نحكيو زادا على جوده السيرفيس، على المعاملات، لاكومبانيمون، النصيحه. دونك وبالمناسبه هذه نحب نتوجه للشكر للعباد اللي عطات الثقه في برون المنتوجات نتاعها الكل. دونك شنو اخر لي برومو مازالوا متواصلين، الربح متواصل. اليوم باش نربحوا ميني اشواق كالعاده. دونك انا قلت على الريبونس فوالا. دونك مازال ديجا باش ناخذوا اي انسان طب باش يكون بحثنا في ديكترو حاج قاسم. دونك باش يكون بحثنا شوفونا شكون موجود لهنا ينجم يربح معنا الكادو. اي فوالا مسيو عيسى بحثنا، اي مرحبا. دونك ساهل على الاخر، دونك باش تدخل معنا اليوم في الجو نتاعنا جو برونز. نسلموا عليك، مرحبا بك. مرحبا. انت تو معنا على المباشر في راديو كباسيم ديجيتال ولا كيف على المباشر. سؤالنا اليوم شنو هو الحاجه اللي ربحتها الجائزه اللي ربحتها بون في 2024؟ ولي سيرفيس كليون 2024. ايلي سيرفيس كليون 2024 فوالا. برافو عليك، ربحت معنا الكادو اليوم. تصديق بربي يا ساعه. انا ديما نجيو نذكروا الحشطات من المعموره. مرحبا بك وفرحان فرحان بالسيرفيس الكترو حاج قاسم وبالكادو زاد تشوفوه. من هنا وشنو باهين وشركه باهيه وقديمه
عنده اسم في كبون في معمورة. نعم. أنا غديت من هنا في جنات هنا. تحية كبيرة. مرحبا بك وببراوند مرحبا بك بفهم في الإعلام. قولي قولي شبيش طيبية. لا لا لا. والله أنا يعني الكوجينة نطلع للمرأة. هي شبيش طولها طيبة. الليلة تقريبا مش الليلة مش طيبة. مش الليلة. مش الليلة. آه حاليا. مش احتفل الليلة. عندك الكادو هذي تخش تعش البرة؟ الكادو هذي غدوة إن شاء الله. آه غدوة إن شاء الله. بالقران تقوليك بالقران تقوليك بالقران تقوليك أنا بلون ديما لهي بالقران أعطيكم الصحة. شكرا لك وعطيك الصحة أنت سادة خليك ديما كليون في ديال بون وسيرتو ليك صحة الشاسل سيدي مرحبا بك. شكرا لك يعطيك الصحة. دونك إلو سيرفيس كليون 2024 هي بروند كالعادة دونك وفرحانين جدا أن نكونوا ديما مع المستمعين نتاعنا والمشاهدين نتاعنا وين ما يكونوا سيرتو زاد نفرحوهم بالكدوات بالأثريات الحلوة. نرجع نذكر لي برومو موجودين في الإلكتروميناجي بروند عند حشقات المعمورة مثلا 6 كيلو سيلفر 15 بروغرام سامحني 1000 تور 990 دينار 7 كيلو سيلفر 15 بروغرام 1000 تور A3 بلس 1,340,000 دونك عندك 7 كيلو 8 كيلو زاد دوطخ موديل اون برومو 1199 و1279 لي ريفريجيراتور معاهم دي لاسبيراتور بالي برشا بروموات برشا ربح وبرشا كادوات. هذا ذكرنا في المشاركة كيفاش ما نربحوش. دونك المشاركة سهلة تدخلوا على الباج فيسبوك غون تونيزي داكور تحط تلقى الرابط تحط الاسم واللقب والمنطقة وتدخل في لو غون تيراج سور وان شاء الله مربوحة للناس الكل. دونك زاد لي ريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي نتاع حاج قاتل والسيت ويب يسون اكتيف نجموا تلقاو المعلومات الكل وتلقاو لي كوردوني وتنجموا تتصلوا بهم باش تلقاو لي برومو هذو وان شاء الله ديما رابحين احنا ديما نحبوا الربح. دونك تورني مزيان الجمعه هذه في نابل. دونك البارحه احنا كتليبيا اليوم احنا في المعموره عند الكترو حاج قاسم بالضبط غدا ان شاء الله باش نلقاوكم في الالكترو شيلي في نابل في نفس الموعد في نفس الوقت هذايا وفرحانين للامانه برشا برشا نكونوا ديما معك سيولي. دونك غدوه زاد ان شاء الله نشربكم مني اشوار. السؤال نتاع غدوه ان شاء الله تلقاو لانديس موجود على لي ريزو سوسيو نتاعنا. اكثر من هكا دليل ما فماش اكثر من هكا دليل ما فماش فوالا دونك نتلقى ان شاء الله غدوه من جديد في الكوش اللي نابل في موعد جديد في كادو جديد سورتو. لكن ديما نعاود نذكركم انه لي برومو مازالوا موجودين زاد كيف كيف زاد الكادوات مازالت موجوده معكم ترجعوا تعملوا تلا على البودكاست الموجوده معنا على لي باج فيسبوك انستغرام يوتيوب راديو كافا فيم ولا كالعاده على لي ريزو سوسيو الكترو حاج قاسم ولا بغون تونيزي تلقاو التفاصيل الكل وتعرفوا كيفاش نجموا تعاودوا وتكونوا معنا في التيراج السوغ نتاعنا. شكرا لكم الناس الكل ومين انت زاد عني نقول لك انا اذا خويا قاسم من هنا وامورك مليقله وجاوك باهي ولي بخي مزيانين برشا سورتو نحكيو على الجارانتي نحكيو على لي فونكسيوناليتي نحكيو سورتو على لي برومو وشكون اللي حاب يجرب حنين هكا. شكرا ليه. شكرا لك باهي انت لما حاله راك في حومتي غاديك دونك اعرف روحك لا شو قاعد تقول عايش خويا ما انت راك في الحومه راه انت الضيف انا ولد الدار الغديكة. شكرا لك وشكرا وتحيه كبيره الى كل متابعاتنا ومتابعينا في المعموره الجميله. نذكركم باللعبه اللي موجوده تتلعب فقط على الباج فيسبوك برونت تونيزي تدخلوا اعمل جيم حط الاسم واللقب والولايه خلي نمروك وان شاء الله تكون انت سعيد الحظ في اللعبه الكبرى. نذكركم انه فما عندكم دوم ماشين لافي اللي تستنى فيكم للربح قيمه كل واحده فيهم 1000 دينار. برانت إلو سيرفيس دو لاني في الإلكتروميناجي. برانت تدللكم بأحسن لي ماشين لافي اقتصادية تهز حتى 10 كيلو ونص وكيف ثقتكم فينا كبرت دلينا ليكم يزيد. ولا احنا باش نواصلوا معاكم كاو للنهاية. أنا سي محمد ونسمع فما قفة سيدي رمضان مقبل رمضان قال لي لازمني نقعد من هنا فيش كلام يا نهز قفتي ولا القفة لا لازم لا لو ما قلتش هيك ليه لا اني زوجت الطمع مقلحها لا ما فهمني عادي كملها عادي زوجت أما قلت لك أحكي عليه هو وين القفة؟ القفة باش يهز القفة مش ليك أنت يا عاد. القفة متاع رمضان احنا ما نهزوهاش احنا، تهم الناس. واحنا هذاك علاش اخترنا كل عام المرة هذية قدمناها باش أنت اللي تسمع فيها. مواطن وإلا جمعية وتعرف شكون مستحق.
حابين اون بارتاج مع بعضنا هذايا. شكرا معناها للشركه السكودال اللي قدمت لنا وعطتنا القفه هذه، والمره هذه قبل سيدي رمضان، ومن قبل سيدي رمضان ان شاء الله اللي الناس اخترنا قبل سيدي رمضان، وفي سيدي رمضان باش نحاولوا مع بعضنا نهزوا وذن القفه. خلينا نسمعوا البرومو وبعدها نرجع نقول لكم كيفاش نجموا تتواصلوا معنا. رمضان على هلاله والعائله الكل بالكبير والصغير على طاوله واحده ملمومين، وفي هالظرف الصعيب بيناتنا برشا ناس مش خالطين على ابسط الحاجات، ويحمدوا ربي ومستكفين. الناس هذوكم حضرنا لهم كل يوم قفيفه رمضان كامله من الخيرات الكل. وانت يلي تسمع فينا مواطن ولا جمعيه، ايجا وهز معنا وذن القفه. اللي يعرف شكون مستحق يد المساعدة ويحب يكون وسط خير يكلمنا على 72 280 300، يخلي لنا نمروه واحنا نكلموه. وذن القفة برعاية ماتم غرامير سكودال طن البحور هريسة الساحلية وطماطم منتوجات الوطن القبلي. ولا هذه القفة اللي موجودة فيها الخيرات الكل اللي تستحق العائلة السيدي رمضان. سي محمد، أنا اخترت القفة اللولانية لشكون مش نعطيها. هو فما النشط البيئي حسام حمدي، نقدم تحية كبيرة، قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في عملية تشجير في خاصة في الجبال اللي محروقة. حسام حمدي اللي يقول عنا 100 مرأة ريفية يخدموا معنا في التشجير، احسن هديه ليهم هي قفه رمضان. انا ريتها اكتبها البارح، اللي حاب ياخذ قضيه ويعاون اللي هو ينجم يتصل بحسام حمدي. القفه الاولى انا اخترتها اللي باش تكون الحسام حمدي. حتى انت عندك الحق في قفه، كل حد فينا اللي عنده الحق قفه باش يختاروها، وننتظروا انه تكلمونا تتصلوا بينا ومضى بينا القفه نوصلوها لشكون. تفضل سي محمد. اللي يستحق خليها كود كار، معناها يمكن واحد يتصادفوا يعني امرأة أو راجل في الطريق ما نعرفوش اللي نحس نقول هذا اللي يستحق، خليها كيك. والله برشا ناس مستحقة. أي أي لا أنا قلت يعني والله. كان توا نعمل جرد يعني نجم نسمي لك العشرات، ولكن هكا في اللحظة اللي سألتني فيها السؤال الإجابة اللي لقيتها معناها من قلبي هو أنه خليها متاع بنت وقتها. أكيد مش يعرضني يعني إنسان امرأة أو راجل شو نقول هذا اللي يستحقها، ناخذ المعطيات نتاعو ونقول لك راه هذا اللي يستحق القفة. باه واضح يا سيدي. دونك احنا اخترنا وانه القفيفه نتاعنا اللي باش تكون اكثر من 30 قفه اكيد، وانه فما تقريبا بين 40 ممكن 35 الى 40 قفه باش تكون موجوده حاضره. انتم زادة اذا تحبوا تشاركونا هذا وعندو شكون يحب يوصل نجم يكون وسط خير، هنا موجودين هنا نجم يكون وسط خير، وان شاء الله تمشي الى مستحقيها، واحنا نتمناو انه اون بارتاج مع بعض، لانه فما برشا ناس اللي هي تتعفف ما تنجمش تحسبهم اغنياء من التعفف، ما راهو ما ينجموش يمدوديا. بربي يفضلكم في الشهر الفضيل في الايام هذه تفقدوا بعضنا، تفقدوا جيراننا، تفقدوا ناس عزيز علينا وغابوا علينا شويه. شوفوهم دنيا صغيرة والدنيا هذه اللي ما نخرجوا ما نربحوا منها كان هكا دعوة الخير هذايا. علاش احنا اخترنا قفتنا تكون في لو بارتاج، نكون وانه نقسموها مع بعضنا ونودوا بعضنا ونهزوا مع بعضنا وذن القفة. شكرا سي محمد. شكرا امين. شكرا سيدي علي، شكر موصول ايضا. فرحان برشا انه نتقابلوا معناها في المباشر في كباف. اوي حتى انا زادة نتنفس في فسحة من الزمان النجم نتنفسوا، راهو اللي استانس بالكلمة الحرة. حاولنا احنا حكاية حاول. التثمين انا قاعدين نحاول هانو نثمنوا كهو. على كل انتم زادة نذكروكم انو عنا فقرة قارة اللي هو بديناها اليوم اللي هي مشاغل المواطن. اي مواطن اليوم في اي بلاد في ترابنا العزيز الغالي في اي منطقة فيها باس، إذا فما عندك صوت وتحب توصله مرحبا به، توصلوا معنا في كابا فام في كابوتشين، ونتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. دمتم في أمان الله.